السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا هنا الشغل يا شباب. هنا في المية خرسانة اللي اتصبت، المعالجة، بيوزع القناة. معلم صابر هنا بيجنط عشان يبدأ يجهز حديد الأعمدة. الشباب هناك بتوزع القناة على العمود، وهنا الراجل الطيب دوت بيوزع الحديد على كل عمود الحديد بتاعه عشان يبدأ الشغل يتم. معلم صابر، مش عايز تقول لهم حاجة؟ طبعا يا باشمهندس، التجميل هنا زي ما انت فاهم، اول متر من فوق 8%، بس احنا طبعا 8 كنات احنا عاملين 9 كنات زي ما انت هو العمود اصلا 50 سنتي، احنا بنقول بنكثف بالضلع الاكبر للعمود، بس احنا مزودين متر. لا يعني خلينا زياده لان ارتفاع العمود زياده. مظبوط، الله ينور. هو سدس الارتفاع الحر، يعني لو العمود 6 متر نكثف متر كام؟ طيب احنا كده مكثفين متر 9%. هذا اول متر هنا، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هذا اول متر. الله ينور. وبعد كده هسه جاي معانا 5%، هذا هناخد من النص للنص. هنا 1 2 3 4 5، وهذا نص المتر هنا اهو، نص المتر هنا. الله ينور يا مصطفى. هنا عندنا اول كنه في العمود على 5 سم، هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اول كنه في العمود على 5 سم. تمام، الله ينور. ده اول كنه. اما نجنط ونوقف الاشاير ومكرسين العمود زي ما انت شايف كده، كل عمود متركب له اشارتين. تمام، توزع عليهم الحديد. تمام، تسلم يا باشا.